ولمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية وتحركات ميليشيا الحشد معنا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. سيد أمير، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. عقوبات أمريكية طالت حتى الآن 4 شخصيات مرتبطة بإيران، وتوقعات بقائمة أخرى قد تطال عدد آخر من تلك الشخصيات. في أي سياق يأتي هذا الإجراء الأمريكي؟ يبدو أن ما يحدث في العراق، العفو ده يرجع صوته من اليمن. يحدث في العراق هو نتيجة للحالة الجديدة التي بدأت يعني تنضج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن ما يحدث في العراق هو يعني التحسس بأن الحالة سوف تتغير، وأن بعض الشخصيات التي بنيت آمالها سياسيا واقتصاديا لسرقة أموال العراق على الوجود الإيراني بدأت تتخلخل، وهناك نية أمريكية خصوصا في المنطقة السنية وكما ذكرتم في تحقيقكم قبل قليل. هناك نية أمريكية أولا لأن أمريكا لها الأفضلية للمنطقة الكردية انطلاقا من علاقتها الجيدة مع الكرد في العراق وخصوصا مع مسيحيي العراق، لأن الغرب قد أعطى الأولوية في دعمه للعراق للمسيحيين على أساس أنهم يعني أقلية ظلمت من قبل داعش. هذه هي الحقيقة، أن هناك تغير، والأيادي العراقية التي تعمل في إيران قد بدأت تشعر فعلا وبضعف الحكومة العراقية، ولكن بوجود نية أمريكية للقضاء على هذا التواجد الخطير في المناطق السنية والكردية التي تشمل المناطق المسيحية في سهل نينوى. نعم، ما طبيعة أو ما توقعك بالنسبة للقائمة التالية ولأسماء الشخصيات المحتملة في القائمة التالية من قادة تلك الميليشيات؟ لأن هناك من يعتقد بأن قادة آخرين غابوا عن هذه القائمة الأولية كالخزعلي والمهندس مثلا. شيء طبيعي أن ما يعني جاء في القائمة الأولى هو شيء يعني في البداية، لأننا كلنا نعرف بالعلاقة الحميمة التي تربط الكلداني والآخرين بالجانب المتطرف الذي يقود الميليشيات في العراق، وأقصد به السيد نوري المالكي وهادي العامري. ولكن على ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعمل لها ضجة في الوقت الحاضر في العراق، لأنها قد يعني دخلت إلى ساحة الصراع مع إيران، تريد أن تثبت أقدامها في العراق وأن تعمل ببطء ولكن بقوة خفية لاستئصال هذا المرض الذي جاءت به هي أمريكا نفسها العراق بعد أن غزته في 2003. إذن الولايات المتحدة في نظري في اعتقادي الشخصي لا تريد أن تخلق بلبلة مع الميليشيات الآن، ولكن سوف تقوم بالتسلسل لإخراج بعض الأسماء التي في المستقبل ستكون أسماء معروفة من قبل الشعب العراقي ومعروفة من قبل يعني المخابرات الإيرانية وقيس وفيلق القدس الذي هو له صلة بما يحدث الآن في العراق. ماذا عن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حكومة عبد المهدي التي تضم هذه الشخصيات؟ لا شك أن العلاقة بين رئيس الوزراء الحالي السيد عادل عبد المهدي هي ليست على ما يرام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد بأنها يعني راضية عما يعمل فيه في العراق، لأن يعني الأشياء التي يتمتع بها السيد عادل عبد المهدي لا تسمح له بأن ينفذ أي أجندة خارج نطاق الأجندة الإيرانية. ما حدث من تأجيل لزيارته إلى واشنطن أو يعني عدم قبولها هو يعني ناتج عن هذه العلاقة التي لم تقبل بها أمريكا من خلال وجود الحج الشعبي إلى حد الوقت الحاضر، على الرغم من أن السيد عادل عبد المهدي
قد امر بتنظيمه داخل الجيش العراقي، ولكن على الساحه العراقيه الحشد الشعبي لا يزال ينفذ المشروع الايراني وبقوه يعني وبخطه مدروسه من قبل ايران، استعدادا في حاله صراعها مع الولايات المتحده على ارض الرافدين. اذا الولايات المتحده لا يعني لا ترضى ولن ترضى على ما يعمل به الان من قبل النظام العراقي، لان النظام العراقي يعني منغمس الى الركاب مع ايران في السياسه العراقيه وفي مستقبل العراق المنتقل. نعم، في المقابل مطالبة 80 نائب بإصدار قرار برلماني لإدانة العقوبات الأمريكية، على أي نحو تقرأ هذه المطالبة؟ هل لها دلالة وقيمة ما سياسيا وبرلمانيا؟ من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل من قبل 80 برلماني عراقي، لأن هناك علاقة، وكما قلت قبل قليل، هناك علاقة تسلسلية بين رؤساء الميليشيات وبعض البرلمانيين في العراق. هناك علاقة تعتمد على يعني عقود ومقاولات يتمتع بها الحشد الشعبي في العراق عن طريق هؤلاء النواب، ومن خلال هؤلاء النواب ينفذ الحشد الشعبي وما يدعى بالحشد الشعبي الميليشيات التي يعني جاءت بها ايران، تنفذ الاجنده الايرانيه باموال عراقيه عن طريق العقود التي يتمتع بها النواب الفاسدون في البرلمان العراقي. شكرا لك الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا من باريس.